مرحبا أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 69 وكلمة beautiful. beautiful سوف نتعلم استخدامات كلمة beautiful في جملتين، وأيضا أهم مرادفات كلمة beautiful. كل هذا فقط في دقيقتين. هدفنا حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، حوالي 20 كلمة جديدة. لهذا السبب، الحصول على هذا الهدف، أرجو منك الآن أن تركز معي جيدا حتى ننتقل مرحلة أعلى باللغة الإنجليزية. Get ready، اجهز الآن. Write all the phrases. So you need a notebook and a pencil. اكتب جميع العبارات. لذا تحتاج إلى كراس وقلم. Just 2 minutes. And repeat after me 5 times loudly. كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. كلمة beautiful تأتي بمعنى جميل، حسن، مليح أو وسيم. How can we make things beautiful؟ كيف نستطيع أن نجعل من الأشياء جميلة؟ How can we make things beautiful? Attractive جذابة. مرت علينا هذه الكلمة أيضا في هذا الكورس في بدايات الكلمات. Attractive and desirable. And desirable for us. And desirable for us. ومرغوبة بالنسبة لنا. When they are not. عندما لا يكونون كذلك، عندما لا تكون كذلك. نعيد هذه الجملة سويا. How can we make things beautiful, attractive and desirable for us when they are not? أحسنت. كررها الآن 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد باللفظ الصحيح. المثال الثاني. You are the most beautiful woman. You are the most beautiful woman I have ever seen. You are the most beautiful woman I have ever seen. أنت أجمل امرأة رأيتها في حياتي. You are the most beautiful woman I have ever seen. أما أهم مرادفات كلمة beautiful: nice جميل، handsome وسيم handsome، fine pretty، حاول الآن أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمات beautiful. انتظرنا في الحلقة القادمة رقم 70 كلمة bad. شكرا لك على المتابعة.